العملاق الكتالوني فريق برشلونة بيفاجئ الملايين اليوم بأمر تاريخي عن حكيم زياش، هل تحدث صفقة تبادلية تاريخية في هذا الميركاتو الشتوي بين تشيلسي وبين برشلونة بطلها الأول هو حكيم زياش؟ سنرد على هذا السؤال في حلقة مليئة تفاصيل، ولكن في البدايات أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ويلا بينا إلى التفاصيل. أكدت صحيفة ذا صن البريطانية، وهي أحدى كبرى الصحف الإنجليزية في الشأن الرياضي، أن فريق برشلونة وتشيلسي معا ينوون صفقة تبادلية تاريخية تقتضي بانتقال حكيم زياش إلى الكامب نو إلى برشلونة، بينما فرانك كيسيه النجم الإيفواري ينتقل من برشلونة إلى معقل الإستانفورد بريدج إلى تشيلسي. وأكدت صحيفة سبورتس من جانبها أيضا، صحيفة سبورتس الأسبانية، أن حكيم زياش يوافق بكل ما تحمله الكلمة من معنى على الانتقال إلى برشلونة. كما أكدت صحيفة سبورتس أن هذه الصفقة التبادلية زياش للبرشا فرانك كيسيه تشيلسي مفيدة لكل الأطراف، حيث أن زياش يحتاج إلى برشلونة للعب بشكل مستمر، وأيضا فرانك كيسيه بعد تهميشه في برشلونة وتشافي يحتاج الذهاب إلى تشيلسي من أجل أخذ فرصته كاملةً.